حرزنا 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 للمنى حبرنا هو حبرنا هو المجد المنى. للولا. الحمد لله رب العالمين جرى مباركا أولا وملازما شكرا، ثم الصلاة على من قفوه ظفر وناهج نهجه لا شك قد نصرا. أما بعد عباد الله، فهذه همسة ناهضة عساها تصادف أذنا واعية لكل متسم بالمعرفة وهو يتكلم عن أو ضد الإسلام بحجج واهية، مستشعرا أنه ملم بكل شاردة وواردة، وأنه من بين ذوي التحصيل داهية، وهو في الحقيقة داهية لأنه قد هوى به الهوى في الهاوية. معشر الكرام، لقد انتهت إلي تغريدة زعم فيها صاحبها وانتحل بأن الله لم يقل للمرأة تحجبي، وإنما قال لها لا تبدي زينتك، لأن المرأة تعرف كيف تبدي زينتها حتى وهي بالحجاب. انتهى كلامه سامحه الله. مزعم ظاهره حق مبين، لكن باطنه باطل ينداله الجبين. أو يشك في بطلان كلامه هذا ويمترى؟ لا والذي أنشى الورى. لقد أتانا بقول هلهل النسج كاذب، ولم يأت بالحق الذي هو ناصع. ومن قبل عمدا تصاممت قيله حتى قالوا ألا ترد؟ قلت على التغريدة، قالوا نعم. قلت ذاك فتى الكميني ما قبل، إلى أن أتتني امرأة دلاسية تشكو ما تلقى من عنا حالها. إلى ما الخلف بين فقهاء عصرنا في فرضية الحجاب حتى تفتن بفتياهم فتياتنا؟ حينها قلت ذا أوان الرد قد حضرا. فها أنا ذا قائل والله أسأل الإرشاد في المراد والعصمة من الزيغ في الإيراد، وسأعفي الموقف بإذن الله من التطويل والإطناب. فقوله إن الله لم يأمر المرأة أو لم يقل للمرأة تحجبي كان يغنيه عن تغريدته هذه أن يقول إن من مستلزمات الحجاب ألا تبدي المرأة زينتها، ثم يستدل بقول العلي الحكيم تعالى شأنه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولقد أخطل وأعضل بل شذ وأوغل من على مثل كلام المغرد عول تاركا ما كان عليه الرعيل الأول. معاشر المسلمين، لقد أجمع أرباب الفقه والأثر في جميع الأمصار على فرضية الحجاب، بذا نطقت السنة والكتاب، وعلى ذا جميع علماء المسلمين منذ عصر الأصحاب. أين صاحب التغريدة من أوامر العليم الوهاب من يغضبنا ويحفظنا ولا يبدينا وقرنا وأقمنا وأطعنا واذكرنا وفاسألوهن وأدرجا قول أمنا شققنا فاختمرنا ألم تسمع أمر الله لهن يدنين عليهن من جلابيبهن. والملحوظة الفقهية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقول ذات النطاقين كنا إذا حاذينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وذه
أم العفاف أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حادثة الإفك لما رأت صفوان بن المعطل أول ما فعلت أن خمرت وجهها بجلبابها، أما أن ترتدي المرأة ثيابا ضيقة مبدية بذلك أقرطة أذنيها وذوائب شعرها أو تبدي كحولها من تحت نقابها، فليس هذا حجابا وإنما هو من بدع الزمان وفتنه. فإلى كل قابضة على الجمر تمسكي بخمارك أو نقابك، مقتدية بأمنا وأمك، معرضة عنك مناجهم وبينسهم. وأنت يا عبد الله اعلم أننا نعيش في زمن البدع والشعوذة، فمتى رزقت بعارف أو سالك وأعكفك على السنة فطر بها إلى صدر الطائر ومطاره، وقف على حوصلته وخلاصه، وإياك لا تلتفت إلى ريشه ومنقاره. وبعد مغردنا وحادينا، خذها درية جعبرية حرزية أتتك بلا عنا، هذه سجنجل الاعتبار، فمن يكن ذا همة فليسعى في العرفان. أوردتها لك زاجرا لا زاريا، قد كرتدع ودع الغرور لواني، والله يعلم نيتي في ذكرها إذ لم أسمي وفزت بالكتمان. ففي فرضية الحجاب أيها الأحبة هذا هو المختار، وبه نطقت الأخبار، فلا ترضع عوضا من الله أن يقال عنك دقيق النظر ثاقب الفكر وأنت تعارض قول مالك الملك. وإلى هنا كملت بكامل سترها، سفرت بحول الله واضحة الطلا، تريك من وجهها الوضاح إن سفرت بدرا وتبدو هلالا حين تنتقب. أتاك المرجفون برجم غيب، وجئتك بعد بالأمر اليقين، أصحح ما أقول بفضل خبر ولا أقضي بمشتبه الظنون. فمن يك قد أتاك بزور قول، فإني قد أتيتك باليقين. اللهم احم نساء المسلمين، اللهم احم نساء المسلمين، وارزقهن السير على نهج نبينا الأمين، واجمعنا وإياهن في دار الكرامة يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الحجاب، اللهم ارفع راية الحجاب في جميع البلاد، وقص جناح العري والزندقة والفساد. اللهم حبب إلينا السنة، اللهم حبب إلينا السنة، وعرفنا ما في البدعة من الذلة، وكل أهل غزة يا ذا العزة والقوة، كل أهل غزة يا ذا العزة والقوة. وأخي عدنان رب نور قبره واغفر ذنبه، وأوصله يا رباه إلى بحبوحة رضاك، ومن عليه رباه يوم المزيد بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أوصله إلى بحبوحة رضاك. وفي الختام صل يا رب العزة على من أرسلته للناس رحمة، صل عليه ما خرق الدعاء الحجاب، وعلى أصحابه خير الأصحاب، ما اهتزت الأرض لوقع الرباب، وكشف عن وجه السماء نقاب السحاب. حرزنا 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 حرزنا